بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة الصف الأول الثانوي في مدارس فرجينيا الدولية، حصة جديدة مع الفصل الثالث من قصة أبي الفوارسي عنترة. عنترة، بعد أن رجعت القبيلة قبيلة عبس، رجعت إليها قافلة المسافرين، بدأ احتفالهم بالعيد السنوي لموسم الحج، وكان في شهر رجب. عنترة لم يكن خالي البال، لم يكن مرتاح البال حتى يشارك في العيد، لكنه ذهب إلى بيت أمه زبيبة. رحبت به ترحيبا جميلا، إلا أنه لم يحسن استقبالها، لم يحسن مقابلتها، إنما بدأ يحدثها على أنها جنت عليه، وعلى أنها هي السبب بأنه عبد، على أنها هي من تسببت بكونه عبد وابن سيد وابن شداد، على أنها هي سبب ما هو فيه. هو بدأ وبدأت زبيبة تدافع عن نفسها: أنا دائما أذهب إلى عبلة لأخدمها لأعود لك بالأخبار، ثم أذهب إلى يعني امرأة شداد لأنقل الأخبار. وهو يقول يعني أنت سبب تعاستي في هذه الدنيا. طبعا هي تقول: أنا لست أمة كما يقال، شداد وقومه لا ينظرون إلى زبيبة إلا أنها أمة، احلبي الشاة، افعلي كذا وكذا. هي حبشية، ابنة ملك، هي تانا بنت ميكو من الحبشة، هي حرة، هي أميرة قبل اختطافها. وبدأ يصول ويجول حول أمه حتى اعترفت له أخيرا وقالت: أنت ابن شداد. طبعا شداد وقومه أغاروا على مختطفيها، هي اختطفت من أبيها في الحبشة، شداد أغار على المختطفين، أخذها، صارت ملك لشداد، ثم أنجبت منه عنترة. وتقول لعنترة: أنت حقيقة ابن شداد، أنت ابن شداد. طبعا الآن يعني هدأت ثورته لما عرف هذا، إلا أنه قرر أن يذهب إلى أبيه شداد ويلاينه بالقول، يعني يبدأ يتكلم معه بكلام لين ولطيف لعل شداد يعترف به ابنا أمام القبيلة. طبعا وصوله إلى عبلة مرتبط بهذا، إذا كان ابن شداد فهو حر، فهو ابن عمها، فهو أحق بها، وإذا لم يكن فالأمر مختلف. إذن أراد الآن الذهاب إلى شداد حتى يقنعه أو يرغمه على أن يعترف به. طبعا رجع من القافلة ليجد القبيلة تحتفل بالعيد السنوي في موسم الحج، اتجه إلى أمه بدل الاحتفال. هو لم يكن فارغ القلب، لكنه كان مشغولا. استقبلته استقبالا جميلا مشوقا فرحا، قابلها بغلظة لأنه غاضب من كونها سببا في شقائه وولادته عبدا. ما الذي جاء يسأل عن ترى عنه أمه؟ جاء يسألها عن صلته بشداد، هل هو كما قلت وأنا صغير أنه أبي؟ طبعا زبيبة لطفت الأجواء، قالت: أنا أرجع من عندي عبلة وسمية بكلمة طيبة عنك حتى يطيب قلبك بذلك. ثم اعترفت له كما قلنا بأنه ابنه، لكن كانت تخاف أن يذهب إليه فقد يقتله نتيجة هذا السؤال الذي سيسأله: هل أنا ابنك؟ إلا أن عنترة أصر وعزم أن يذهب إلى أبيه وأن يجعله يحمله يجبره على الاعتراف. طبعا زبيبة قالت: لن يستجيب. ليه؟ لأن تقاليد القبيلة تمنع السيد من أن يكون له ابن عبد. كان شداد خجل من هذا الموضوع فلن يعترف بك كابن له. لننتقل بعد ذلك إلى الفصل الرابع
بعد أن تجمعت القبيلة للاحتفال بيوم منى يوم الحج عندهم، ذهب إلى موقع الاحتفال يجد غناء ورقصا وفتيات ورؤوس خمر، ويعني نظر إلى الحفل. طبعا هو لم يذهب إلى الحفل ليحتفل ولا ليرقص ولا لينشد، ذهب ليرجو شداد بن قراد ليلقاه ليسأله عن نسبها أو ليرجوه أن يعترف بهذا النسب. لما دخل نظر إلى عبلة وهي تغني، فنظرت إليه، هو نظر إليها نظرة فضحت حبه لها، هي نظرت إليه توقفت عن الغناء، ساد الصمت لفترة، ثم اقترب منه وقال، اقترب من عمار بن زياد فقال له: عمار، ألا تجد مكانا تجلس فيه يا عنترة؟ طبعا عنترة، لو أنصفت لقام مثلك لمن هو مثلي، لو كان حق يا عمارة كان مفروض أنت تقف وأجلس مكانك. طبعا هذا أدى إلى احتداد، قال: تعال خذ مكاني يا ابن زبيب. طبعا نداء الرجل باسم أمه هذا يعني فيه إهانة لهذا الرجل، فاحتد بينهما النقاش. طبعا عنترة أخذها بروح أخرى، كل الناس تعرف أمي زبيبة كما يعرفون أمك. طبعا ذكر أمه لعمارة جعله يغضب، أخرج سيفه وأقبل عليه عنترة وبدأ يعني كاد أن يصل إلى المبارزة لولا تدخل الناس الموجودين. ثم تدخل شداد لأنه السيد عنتر وأخذه إلى خارج السرادق خارج الخيمة، ثم ذهب به إلى منطقة إلى شعب بعيد وراح يسأله: لما أنت حزين؟ وعنتر يحاول إقناع أبيه أن يعترف بنسبه، قال له: أنا ذهبت، عندما ذهبت إلى أمي أخبرتني أنك أبي وطلبت مني ألا أخبر أحدا، أنت لو خطفت هل سترضى أن تكون عبدا مثلي أم ستقول أنك ابن أحرار وتريد أن تكون حرا؟ أنا أحميكم وأنا أكون فارسكم في المعارك، فكيف أرجع عبدا بعد المعركة؟ يعني جملة من الأمور التي تقنع شداد، إلا أن شداد قال: انتظر حتى أمهد للقبيلة، أمهد للقبيلة حتى أعطيهم رأيي واعترافي بمنوتك، لأن عادات القبيلة تمنع أن يكون لي عبد ابن، يعني أنا أهتم بك كابني وأعطيك كما يعطي الأب ابنه، لكن لا أستطيع الاعتراف بسبب عادات القبيلة، ويعني أقدم لك كل شيء إلا الاعتراف، حتى الحب، حتى المكان، حتى النصرة، لكن يعايرني الناس من عادة القبائل أن لا يكون له للحر أو السيد عبد ابن، يعني أمر معيب بالنسبة لهم، فانتظر حتى أمهد، حتى أعطيهم فكرة عن الموضوع. طبعا انتهى هذا الحوار، عنتر قرر التالي: طالما أنا عبد ولست ابنا لك، إذن أنا سأرعى الأغنام ولن أشارك في القتال أبدا. قبل يد وقدم أبيه وانصرف: العبد لا يعرف الحرب، إنما يعرف الحلب والصر، أنا لا أعرف إلا شغل الأغنام والأبقار والجمال، فلا أستطيع الدخول في معركة ولن أحمي عبسا طالما أنا عبد. انتهى هذا الفصل بهذه الصورة، وعنترة يرفض أن يقدم أي حماية أو أي فروسية لهذه القبيلة طالما أنه عبد ولا يعترفون به كفارس وكبطل من أبطال القبيلة، إلى أن نلتقي في فصل آخر. شكرا لكم، الحمد لله رب العالمين.